أول ما يجب الإشارة إليه والإشادة به أنه العالم العربي والإسلامي كانت له وقفة، وإن كانت غير مكافئة للجريمة التي حدثت، ولكن الجريمة لم تمر مرور الكرام كما أريد لها، أو جماعة أميتو الباطل بعدم التعرض له أو بعدم ذكره. لو استمعنا إلى هذه الأصوات المدجنة لما وجدنا مثل هذا الرد الذي حدث من الدنمارك. فكانت هناك بعض الردود القوية من دول عربية وإسلامية، وكان هناك دعوات للمقاطعة، وكان هناك جهد داخلي مشكور للمسلمين الموجودين في دول إسكندنافيا. وينبغي أن نؤكد ونعرف أن أغلب الإساءات التي تحدث للإسلام والمسلمين والاعتداء على المقدسات في الدنمارك أكثر بأضعاف من السويد، حتى أن الذي قام بأول فكرة حرق المصحف كان مواطن دنماركي ولكن قام بها على أرض السويد. ولكن كما أخبر وزير العدل أن هذا الفعل لا يمكن أن يكون تعبيرا عن الرأي، لأنه بيمس ويزدري معتقدات عشرات الملايين أو أكثر من قرابة ملياري مسلم، وذكر بمنتهى الصراحة أنه هذا بيهدد المصالح. إذن لغة المصالح ولغة المقاطعة ولغة الضغط الدبلوماسي هي اللغة التي يفهمها القوم ويستجيبون لها. لذا ينبغي أن يستمر هذا الضغط سواء على السويد التي ما زالت تقف فريدة ومتفردة بالإصرار على جريمة حرق المصحف، أو ضد فرنسا التي انتهت من معركة الحجاب اللي هو غطاء الرأس وانتقلت الآن إلى باقي الحجاب الذي على الجسد، وكأن إيمانويل ماكرون وحكومته معركته الرئيسية في سلم الأولويات الحرب المعلنة على الحشمة.